Thank you.
Thank you.
espera, espera. Ai, tá com fome, não, rapaz. Thank you.
جودي سحائب فرحنا وسق الورى مطر البشائر صافيا متجددا قولي لهم أني جنيت ثمارها تلك الليالي خاليا ومسهدا ها قد أتيت وفي يدي وثيقتي متوشحا ثوب النجاح متوجا دعونا معا نستقبل موكب خريجي فوج اليوبيل الذهبي للمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك مدير عام محافظة بيت لحم الأستاذ فؤاد سالم المحترم
مدير التربية والتعليم أستاذ سامي مروه المحترم، مدير شرطة بيت ساحور الرائد شريف خاطق المحترم، الآباء الأجلاء الأخوات الراهبات، مدراء ومديرات المدارس المحترمين، الأهل الأعزاء، الضيوف الكرام، مع حفظ الألقاب للجميع، زملائي وزميلاتي معلمي وموظفي مدرستنا الأعزاء، أعضاء مجلس أولياء الأمور الأفاضل، نرحب بكم في أحضان صرحنا العريق أشد ترحيب. فلسطين خذ القلب مني مزقيه وقطعي، خذ الدمع إني قد وهبتك أدمعي، خذ الروح إن الروح تشتاق للقاء، تكاد تطير الآن من بين أضلعي، خذي كل ما شئت ولا تترددي، خذي كل ما عندي، خذي كل ما معي، فلسطين قام القلب يشكو مصابه بك، فتعالي يا فلسطين واسمعي. والآن سنكون مع السلام الوطني الفلسطيني يعزفه لكم طلبة المدرسة. إنجيلنا إنجيل حياة وطريق للهدى، فيه إصلاح وفيه خير لآخر المدى، يقول سيدنا يسوع المسيح له المجد: أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة قائمة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت، هكذا فليضئ نوركم للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. سنستمع الآن إلى قراءة من الكتاب المقدس تلقيها عليكم الخريجة بتول حنا أبو سعدة، فلتتفضل مشكورة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قراءة من سفر أعمال الرسل القديسة. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصفة فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوقف على كل منهم لسان، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا، والتسبيح لله دائما. في محياها نجد ابتسامة، ومن شفتيها نسمع الوصايا، ومن ثنايا قلبها تخرج العطايا، وبالمثابرة والعمل
بيننا، وبوجودها يكتمل حفلنا، وبكلمتها نضيء دربنا. والآن مع كلمة مديرة المدرسة الأستاذة سوسن سلطان المحترمة، فلتتفضل مشكورة. مساء الخير. بسم الله والوطن، بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة، بكل سعادة وبكل عزة نقول لكم أهلا وسهلا. سيادة المطران مسفز ريح الجزيل الوقار، سيادة الأرشمندريت إين نمور القيم العام في البطريركية المحترم، سعادة نائب رئيس بلدية بيت ساحور المهندس منجد الهواش المحترم، الآباء الأجلاء، الأخوات الراهبات، الأستاذ صالح بلو نائب مدير التربية والتعليم المحترم وصحبه الكرام، نائب مدير شرطة بيت ساحور الرائد سفيان عطاونا المحترم، مديري ومديرات المدارس المحترمين، الضيوف الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات كلهم في موقعه، زملائي وزميلاتي معلمي ومرافقي مدرستنا الأعزاء، أعضاء مجلس أولياء الأمور الأفاضل، الأهل الكرام، أبناء الخريجين، أهلاً وسهلاً بكم ومرحباً. ملتقى الوفاء يكتسي اليوم وروداً، يا من بذلتم الخير ظهوراً، عطاؤكم أنار مدرستنا نوراً، إليك سيدنا المطران يوسف زريعي نفرش الدرب زهوراً. لو أستطيع لصقت شعري من ورود الياسمين ونثرته ورداً للحاضرين، فألف تحية وإجلال للكهنة المخلصين، بذل وعمل وانتماء، أنتم يا أهل العطاء، أهلاً وسهلاً بكم أعضاء بلدية بيت ساحور الأجلاء. يا منارة العلم، يا رمز الصمود، مديرية التربية والتعليم للعلا والصعود، تعليم وتعلم، تحضير وتصحيح، نشاطات وإنجازات، معارض ورحلات، ومهما ذكرت من مهمات فإنها جزء صغير مما يقدمه معلمونا وموظفونا الأعزاء، لكم كل التحية والإخلاص والثناء. زكي للمعلمين وللموظفين، جهد وصدق ووفاء قدمه ابن هذه البلدة المعطاء، والذي كان له الفضل والسخاء، فلنترحم على مثلث الرحمات سيادة المطران جبرائيل أبو سعدة لروحه الطاهرة خالص التقدير والثناء. بدأ القلم يسترسل في الكتابة ليتحدث عن تاريخ عريق ونجاحات وازدهارات متتابعة شهدتها ولا تزال تشهدها هذه المدرسة العريقة. إن هذه المشاهد الحياتية بكل أحداثها وتفاوت ألوانها أثمرت ونضجت بتكاثف أياد وعطاء مجيد لأشخاص كثيرين ضحوا وخدموا في هذه المدرسة لسنين طويلة مضت، ولا يمكن لنا أن نفتخر اليوم بمرور 50 عاماً على تأسيس هذه المدرسة دون أن نكرم ونشكر كل من خدم ورعى وربى وعلم وأرشد طالباً وطالباً في هذه المدرسة. إليكم أيها المعطاؤون السابقون من مطارنة وكهنة أجلاء، مدراء مخلصين، معلمين أفاضل، موظفين كرماء، أهالي وطلبة أعزاء، نهديكم هذا النجاح وهذا الحصاد، ونشيد بعلمكم وعملكم ونجاحكم في تاريخ هذا الصرح التعليمي العظيم. نحتفل اليوم بتخريج الفوج 39 من طلبة التوجيه، تزامناً مع احتفالنا باليوبيل الذهبي للمدرسة، ونفتخر بخريجي مدرستنا الغراء على مر السنوات الماضية 1409 طلاب حملوا شهادتهم الثانوية العامة من هذا الصرح التعليمي، طرقوا أبواب المعاهد والجامعات
داخل الوطن وخارجه بأعداد متزايدة كل عام ونجاحات انتشرت في شتى ميادين الأعمال لخدمة أمتهم ووطنهم فلسطين. أيها الحفل الكريم، وردنا قبل قليل رسالة من غبطة البطريرك بروبس الثاني الرحاب يبارك فيها للخريجين ولذويهم وأسرة المدرسة هذا الحفل، ويؤكد أنه معنا بالقلب والفكر والعاطفة والدعاء، فألف تحية له من أعماق صرح مدرستنا، وشكرا له على هذه المباركة الجميلة. أيها الأهل الكرام، لقد أحسنتم الاختيار ليدرس أبناؤكم ويتخرجوا من مدرستنا بكل عزة وافتخار، فلولاكم لما وصل هؤلاء الطلبة لهذه المنصة وما ذاقوا طعم النجاح وفرحة التخرج. هنيئا لكم وألف شكر لجهودكم. أبنائي الخريجين، بنات الخريجات، أنتم اليوم تتألقون وتفرحون. عيشوا اللحظة، لحظة التخرج، لحظة النجاح، لكن لا تنسوا أن تشكروا من كان أساس هذه اللحظة. إنهم أهلكم الذين ضحوا كثيرا لأجلكم، ومعلميكم الذين سهروا وتعبوا لتعليمكم وتوجيهكم، والموظفين في هذه المدرسة الذين كانوا بمثابة الجندي المجهول لمسيرتكم التربوية. تذكروا الماضي واحترموه، وتطلعوا للمستقبل، تسلحوا بالعلم والعمل، وتزينوا بالأخلاق والمحبة، وسيروا بخطى واثقة. مدرستنا تميزت بتفوق خريجيها، فقد حصل 11 خريجا في العام الماضي على درجة امتياز في نتائج الثانوية العامة، كما وشاركت مجموعة من طلاب المدرسة ببرنامج الريادة العلمي والتعليمي ستيب، بالإضافة إلى مشاركات متعددة في ميادين البيئة والعلوم مع مركز التعليم البيئي وجمعية الحياة البرية. وحصول الطالب يزن أبو سعدة من الصف السابع الأساسي على المركز الأول في مسابقة التصوير ضمن مشروع الهوية الوطنية الفلسطينية، كما وتأهل كل من الطالبة رنين منولي والطالب نيكولا أبو سعدة من الصف الحادي عشر الفرع العلمي للمشاركة في مسابقة حوض البحر الأبيض المتوسط في الرياضيات، والتي ستعقد في إيطاليا خلال شهر تموز. تستمر مدرستنا ببرنامج الشراكة مع مدارس في ألمانيا، وفي شهر حزيران سيقوم 10 طلاب بالسفر إلى ألمانيا. تستكمل المدرسة شراكتها التربوية مع مؤسسات إيطالية، وذلك مع مؤسسة RTM ومؤسسة أفسي، وما يتضمنه هذا العمل من تطوير ودعم تربوي للروضة والمدرسة، بالإضافة إلى العديد من النشاطات والمعارض التربوية. ومن أهم إنجازاتنا لهذا العام كتاب مدرسي يروي حكاية مدرستنا الشامخة لسنين عطائها الماضي. لقد انبثقت فكرة إصدار هذا الكتاب من قبل مجلس أولياء أمور الطلبة لهذا العام، وبجهود مكثفة وعمل دؤوب وتعاون ما بين الموظفين والمجلس. وسيتم نشر هذا الكتاب خلال احتفال خاص يتزامن مع توزيع الشهادات المدرسية على الطلبة في نهاية العام الدراسي الحالي. وتقديرا منا لجهود من خدموا في هذه المدرسة وأخلصوا في عملهم، فإننا نقدر جهود المربية الفاضلة هنريت عودي، والتي ستنهي خدمتها في الروضة هذا العام. كان بودنا تكريمها خلال هذا الحفل، إلا أنه قد تعذر حضورها لظروف خاصة. وفي الختام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة سيادة المطران يوسف الزريع الجزيل الاحترام، وإلى الكهنة الأجلاء ومكتب المدارس البطريركية الداعمين لنا ولفرعة عملنا في هذه المدرسة. شكر خاص لوسائل الإعلام
وجريدة القدس ومركز التقارب بين الشعوب. شكري وتقديري إلى جميع الأفراد والمؤسسات الصديقة التي قدمت وما زالت تقدم يد العون للمدرسة، وعلى رأسهم بلديتنا بلدية بيت ساحور. شكري وتقديري إلى أسرة المدرسة فرداً فرداً، إداريين ومعلمين وموظفين ومجلس أولياء أمور وطلبة، ولتبقى مدرسة البطريركية للروم الكاثوليك منارة علم وعطاء تربوي تخدم مدينة بيت ساحور ووطننا فلسطين. أبناء الخريجين، نعمة الرب تبارككم وعيون أمنا العطاء تحرسكم. بكل محبة أستودعكم وبالنجاح والتوفيق في مستقبلكم، وشكرا لحسن إصغائكم. لو لم تكن أم اللغات هي المنى لكسرت أقلامي وعفت مدادي. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد. ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. والآن مع كلمة الخريجين باللغة العربية تلقيها عليكم الخريجة روند خليل الصوص، فلتتفضل مشكورة. اليوم يرقص مجد الجد مبتهجا بعد التفوق حتى قال حادينا. يا فتية العلم نلتم خير جهدكم وصرتم اليوم فرسانا ملامينا. بالجد يبلغ راعي العلم غايته ويصعد المجد من يستعذب الطينا. إنه لشرف عظيم أن أقف بين أيديكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي لأتحدث إليكم، ونحن نودع حقبة من تاريخ حياتنا مليئة بالحب كل الحب وبالتقدير كل التقدير للجهود العظيمة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. حملت في طياتها الكثير من الفرح والجد والمثابرة والألم أحيانا. زملائي الأعزاء، لا بل إخوتي، إنها لحظات حاسمة ومؤثرة في تاريخ كل طالب منا. لحظات الفرح الممزوجة بالألم الذي يعتصر قلوبنا، لأننا سنوسع مقاعد الدراسة التي عشنا عليها أجمل سنوات حياتنا لمرحلة جديدة في عالم الغد المجهول. لحظات تحمل كل معنى الحب والتقدير لكم جميعا. لقد غرسنا معا وحصدنا معا وتنفسنا اليقين معا، فكنا بؤرة النور وموئل الزهور، نعلي جبين الحياة لنعلمها كيف تكون ذات إبداع بنا. أقف اليوم هنا وأنا أرى الفرح والفخر في عيونكم جميعا، لأننا نجني معا ما زرعتموه وزرعناه طوال السنين الماضية. ورغم فرحي إلا أني أشعر بغصة تخنق صوتي كلما حاولت أن أقول وداعا مدرستي. من ربوع مدرستنا الغالية نرسل أشعة من نور لتخترق جدار التميز والإبداع. أشعة لامعة نرسلها لصاحبة التميز والعطاء، لمديرتنا الفاضلة التي احتوتنا وغمرتنا بحبها فكانت لنا نعم الأم ونعم المربية. أما أنتم أساتذتي الكرام، تحية إجلال وإكبار لكم جميعا، فشكرا لكم، شكرا لعنائكم وجهودكم، شكرا لعطائكم
الذي لا ينفد ولا ينضب. أنتم الشموع المحترقة لتضيء أنفاق الظلام وسراديب الجهل، وسنظل نعترف بفضلكم وسنبقى الأوفياء لكم، تعيشون في ذاكرتنا وفي صدورنا ما دام فينا قلب ينبض بالحياة. أهلنا الأحباء، لو استطعت لصغت شعري لكم من ورود الياسمينة، ونثرته وردا زهت أنواره للحاضرين. حنانكم فاق التصورات، وعطفكم تعدى المسافات، فكنتم خير عون لنا في الحياة. فبأصدق المشاعر وبأشد الكلمات نقدم شكرنا وامتناننا لمن كانوا سببا في استمرار واستكمال مسيرة الحياة. فشكرا، شكرا على منحنا ثقتكم وعلى منحنا هذه الفرصة لنشكركم. وأخيرا وليس آخرا، في مركب التعليم نبحر، فأهلا إخوتي، مرحبا، والعلم يزهو بكم بل ويفخر. ألف مبروك، شكرا. منحتنا فليستمع للأصوات الطيبة، فإن النفس إذا حزنت خمد منها نورها، فإذا سمعت ما يطربها اشتعل منها ما خمد. فسنكون الآن مع وصلة غنائية تقدمها لنا جوقة المدرسة، فليتفضلوا مشكورين. Thank you.
نشكر جوهرة المدرسة على هذا الأداء الرائع. تفضلي. كمان وصلة مع الجوكر، استمتعوا بهذه التراتيل والأغاني الرائعة. يبني الكنائس والمدارس بها
إن حياة أسقفنا جبرائيل تشجعنا نحن طلبة اليوم ورجالات الغد على عدم الخنوع والاستسلام للظروف، بل السعي نحو النجاح بالرغم من كل المعوقات التي قد نصادفها. لقد كان المطران أبو سعدة قائدا طيبا وروحيا، وما أحوج فلسطين اليوم إلى مثل هؤلاء. قالها لا للاحتلال، وتعرض لعدة محاولات اغتيال، دافع عن الوطن في كل أصفاره. لقد أحب مطراننا مسقط رأسه بيت ساحور، وخصها بساعات وأيام ومقالات وكلمات كثيرة. لقد ساهم في تعليم الكثيرين من رجال ونساء بيت ساحور، كما سعى لتوظيف العشرات منهم في حقل التعليم وفي الجيش العربي الأردني، ومنهم قد يكونون آباءكم وأجدادكم. أراد بيت ساحور بلدة مثقفة ورائدة في كل جوانبها، فبنى الكنيسة فالدير فالمدرسة ومستوصفا صغيرا، وأسس نادي الشباب الثقافي وجمعية مار ميخائيل الخيرية، كما وأراد أن يدفن هنا بحسب وصيته التي ذكر فيها: أريد أن أدفن في بيت ساحور وفي كنيستها لكي يبقى قبري شاهدا لأهل بلدتي، لكي يبقى أهلي لربهم آمنين ولكنيستهم مخلصين. 20 في 20 ليست لمطراننا جبريل تنسينا، خلفت فينا بنات المجد في جزع، إن المنونة رمت أجل أمانينا. هذه دعوة لنا في هذا اليوم المبارك وأمام هذا الصرح العلمي، بأن نفي بوعدنا لله ونكون شبابا وشابات ناجحين وصامدين ومثابرين على خدمة عائلتنا ومدينتنا ووطننا فلسطين، على مثال المثلث المحمد المطران جبرائيل أبو سعدة. وشكرا. والآن ندعو قدس الإيكونوماس يعقوب أبو سعدة لتقديم تذكار عن روح مثلث الرحمات جبرائيل أبو سعدة إلى المدرسة.
نحن طلبة الصف الثاني عشر بفرعيه العلمي والعلوم الإنسانية، وبعد أن شارفنا على إنهاء أجمل فترة في حياتنا التعليمية في هذا الصف الشامخ، والذي من خلاله ارتقينا بمعرفتنا وعلمنا وأخلاقنا، حيث عاهدنا أنفسنا على الحفاظ على هذا الصف وعلى مكانته المميزة، فإننا في هذا اليوم الجليل نفتخر بتسليم العهدة إلى طلبة الصف الحادي عشر، وكلنا ثقة بكم لتكونوا على قدر المسؤولية الموكلة إليكم بكل أمانة وإخلاص، والمضي قدما في رفع شأن هذه المدرسة الحبيبة التي يعز علينا ودعها وفراقها. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساندنا ودعمنا وعزز ثقتنا بأنفسنا للوصول إلى ما نحن عليه الآن، مع أمنياتنا بالنجاح والتوفيق للأفواج القادمة، وشكرا. معلمون الأفاضل، أتيناكم عشاقا للعلم، طلابا للمعرفة، صناعا للحياة. شكرا لكم على عذب ألحانكم، فأنتم الأنشودة التي لا وزن لها ولا قافية، وأنتم الصفحات التي لا آخر لها. نعدكم أن نتزين بالحب والوفاء والإخلاص للعمل، وأن نسير على نهجكم وأملكم، لأننا نحن وأنتم من سيبدد ليلى أمتنا الحالم. خلفاؤنا طلبة الصف الحادي عشر، إليكم يا أمل المدرسة المقبل، إليكم يا ضوء القمر والتاريخ الأجمل، إليكم يا من سترسمون خارطة الوطن بالعلم والإيمان. هذه الشعلة التي لطالما حملناها على مر الأيام وسام شرف وإكليل أدب ويمين عهد. وشكرا. نقسم نحن طلبة الصف الحادي عشر بفرعيه العلمي والعلوم الإنسانية أن نحمل هذا العهد وساما على صدورنا، وأن نصون هذا الصرح العلمي الشامخ، وأن نكون أهلا لذلك، وأن نتحمل مسؤولية هذه الأمانة بما فيها من تحدي وصعاب، لتحقيق أعلى درجات التحصيل العلمي والتميز التربوي. ونعاهدكم أن نكمل المشوار بأمانة وإخلاص، وأن نحترم معلمي هذا الصف عهدا علينا سنوفيه.
يانعة، مستفيدين من كل ما في تلك الأرض من خيرات وعطاءات وافرة. واليوم تريدون أن تردوا قليلاً من هذا الجميل بكلمات حب وعطاء لكل من ضحى لكم. والآن مع كلمة الخريجين باللغة الإنجليزية تلقيها عليكم الخريجة فيرونيكا الياس مرقص والخريجة فيرونا خضر خير، فليتفضلا مشكورتين. Good afternoon, everyone. Before I commence my speech, on behalf of the graduating class of 2016, I would like to welcome all faculty, family, friends, and distinguished guests. Today is an exciting day for all of us, a day that most of us have been dreaming of ever since we were little kids. When you looked at the program this evening, you saw the word graduation. This is a direct result of what we have done and the effort we have invested. This evening is merely a conclusion to a journey that began 12 years ago. Throughout that time, we have worked hard and studied in order to reach this day. Leaving is a time of emotions. As you are excited about what lies ahead, it is at the same time not easy to say goodbye to all those who have been a close part of your life for a long time. Shakespeare once said, and I quote, "Be not afraid of greatness. Some people are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them." In life, we can't always count on being born great or having greatness thrust upon us, but we should always, always remember that the opportunity of achieving greatness is within our grasp. Graduates, you are all destined to greatness. Each and every one of you has the potential to change the world. You have all grown into powerful, intellectual individuals who make a massive footprint on this earth. Remember that you always strive to be the best version of yourself. Fly through the turbulence. Be phenomenal or be forgotten. So as we part ways, equipped with priceless knowledge, we embark on a life sure to be filled with challenges and success. As we celebrate the golden anniversary of our school, I am honored to say, class of 2016, it's been a splendid time with you. Our years at this school are sure to be the most memorable years of our lives. I wish you all the very best from the bottom of my heart. When a father gives to his son, both laugh. When a son gives to his father, both cry. I would like to thank our second mother, our dear principal, Mrs. Sosana Stefan, our devoted teachers and staff, for your hard work, compassion, motivation, and good senses of humor. I would also like to thank our giving parents. We wouldn't have made it here on this day without you. Your tolerance, guidance, and support have helped us get through hardships and challenges. And for that, on this day, we hope we make you all proud. It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Class, we did it. Congratulations. Thank you very much. How can I say goodbye after what we have been through? If there were ever a time to dare, to make a difference, to embark on something worth doing, it is now. Not for any grand cause necessarily, but for something that tugs at your heart, something that is worth your aspiration, something that is your dream. You owe it to yourself to make your days count. Have fun, dig deep, stretch, dream big. Note though, that things worth doing seldom come easy. There will be times when you want to turn around, back it up, and call it quits. Those times tell you that you are pushing yourself, and that you are not afraid to learn by trying. Persist, because with an idea, determination, and the right tools, you can
Let your instinct, your intellect, and let your heart guide you. Trust, believe in the incredible power of the human mind, of doing something that makes a difference, of working hard, of laughing and hoping, of lasting friends, of all the things that will cross your path. Next year, the start of something new brings the hope of something great. Anything is possible. There is only one you, and you will pass this way but once. Do it right. Thank you. للزهور لغة تعبيرية خاصة عندما يغيب الكلام وهذا ما سنراه الآن في فقرة شكر وتقدير من إبداع بعض الطلبة الخريجين فليتفضلوا. سيادة المكران، أنتم المصابيح التي نبصر بها إن داهمتنا ليلة ظلماء، فكم استفاد الناس من أنواركم علما كم استغنى بكم فقراء. يا نسيم نيسان بلغ تحياتنا لمن كان للعفة والطهارة عنوان. يا مطران طائفتنا إليك مني ومن زملائي خالص الشكر والغرفان. ما باقة من الزهور تقدمها الطالبة جسيل خير لزيادة المطران يوسف زراعي الجزيرة البقر. في هذا اليوم المليء بالتشويق وبوجود الكثير من الأحبة الذين يضيفون إلى تخريجنا أعبك الرحيق، أود أن أرحب بحضرة نائب رئيس البلدية العريق وكل الشكر لقدومه إلى تخريج مدرستنا الروم الكاثوليك. فباقة ورد تقدمها زميلة الطالبة لورد أبو سعدة إلى المهندس مجد الهواش المحترم. فأسمعونا أحر التصفيق. فلك التحية يا أبا إيهابا تهدى إليك رجالها ونساؤه، فتقبلوا مني القليل وشأنكم أسمى وعين الشعر والإنشاء. مع باقة ورد تقدمها زميلتي جاسمين عودة للمربي الفاضل الأستاذ سامي مروة، يستلمها بالنيابة عن نائبها الأستاذ صالح بلو المحترم. ليست الخلائق كلهم أكفاء، لا يستوي الجهال والعلماء، لا يستوي نبع ترقرق ماؤه يروي الأنام وصخرة صماء. دوما يموت الجاهلون بجهلهم والعالمون بعلمهم أحياء. لله طوعا أوقفوا أبدانهم ولنشر دين الله هم شركاء. مع باقة من الزهور للكهنة الأجلاء يقدمها زملاء الطلاب. باقة ورد تقدمها زميلة الطالبة نرمين بنورة إلى سيادة الأرشمندريت إيلي نمور الجزيل الاحترام. وباقة من الورد تقدمها زميلة الطالبة جوير اليتيم إلى قدس الأب الإيكونوموس يعقوب أبو سعد المحترم. وباقة من الورد يقدمها زميل الطالب جريس مصلح إلى كاهن الرعية قدس الأب سهيل الفاخور المحترم.
زميل الطالب جورج إبراهيم للمرشد الروحي للمدرسة الأب ممدوح أبو سعد المحترم. يا رجال الأمن، يا فخر الوطن، يا العيون الساهرة في كل حين، يا سيوف الحق في وجه الفتن، يا أمان الدار والحصن الحصين، أنتم دروع الوطن عند المحن، وأنتم أسوار البلاد الشامخين، مخلصين لدينكم ووطنكم فلسطين. مع باقة ورد تقدمها زميلتي نتلي حنونة إلى مدير مركز شرطة بيت صحور الرائد شريف تقاطقة، يستلمها بالنيابة عنه الرائد سفيان عطاونة المحترم. لهذا الصرح فينا مديرتك ستبني لنا مجد الفليد معزتي. أنرت لنا مديرة الطريقة وكنت لنا به دوما دليلا، وكنت كأمنا عطفا وحبا، حنانك فاض عذبا سلسبيلا. لقد أتعبت نفسك كي ترينا بعز ما ارتضيت لنا بدينا. ما باقت من السهور تقدمها الطالبة الآخر إلى مديرتنا الكريمة سوسن سمع. مديرتنا الغالية الأستاذة سوسن إصفار، اسمحي لي أن أخرج عن البرنامج قليلا، ولكننا سنبقى في فقرة الشكر والتقدير. فطلبة التوجيه أحبوا أن يعبروا عن حبهم وامتنانهم وشكرهم لك ولكل ما قدمتيه لهم بطريقتهم الخاصة. فليتفضل كل من الخريج مايك بنورة والخريجة ستيفاني عوض لتقديم هذه الهدية المتواضعة لسيادة المديرة. الشعر إيحاءات إيماءات وتخيلات ترسم بالكلمات صور ومشاعر وتأملات، ترافقها موسيقى عذبة داخلية تتخلل سيل الكلمات. والآن مع قصيدة يلقيها عليكم الخريج أحمد رائد جبران، فليتفضل مشكور. اليوم يرقص مجد الجد مبتهجا بعد التفوق حتى قال حادينا. يا أيها الركب الكريم، تحية من طلاب طلبوا العلا مفاخرين. كالبحر يمسي في العطايا مثلما يمسي على فيض أمانينا. وهل لبحارة من دون علمهم أن يبلغوا بر ذاك الشط والميناء؟ لا، ولا الخيول إلى خط السباق إذن ما لم تكن تعرف اللقيا عوادينا. كلا ولا يبلغ البنيان آخره إلا بعزم فريد أصله فينا. كذلك العلم لولا أن طالبه بالجد يسعى له ما نال سدينا. رب سيل كثير لا نبات له، بل إنه ضر قاسينا ودانينا. وربما في قليل الغيث مكرمة أخضر من بركات الماء وادينا. إذا الغصون ارتوت من دون ما ثمر لا خير فيها ولو طالت عوالينا. فابذل لنيل العلا بالعلم منزلة، فالله بالعلم والإيمان يحمينا. طلابنا بارك الرحمن جهدكم وفيكم فلكم منا تهانينا. طلابنا
للعلا سيروا مكللة لكم مساعيكم، خوضوا الميادين واذكروا الله في سر وفي علن، وناصروا فلذات المؤتة الدين، وحلقوا في سماء المجد في وطن أعطاكم الأمن حينا والوفا حينا. عش طالب العلم في أفياء مملكة، وادعوا الإله وسل خير المجيبين. أما الآن فنكون مع كلمة اللغة الألمانية تلقيها عليكم الخريجة هالة ماهر سلامة، والتي اجتازت امتحان مستوى اللغة الألمانية DSD بنجاح، وتريد بكلمتها التعبير عن شكرها وامتنانها لمعلميها ومدرستها على ما قدموه لها من دعم في جميع النواحي وخاصة باللغة الألمانية، فلتتفضل مشكورة. Wieder ist die Zeit gekommen, immer weiter geht das Leben. Ein neuer Abschnitt hat begonnen, wird dir neue Chancen geben. Liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, Sie alle herzlich zu begrüßen. Bei dieser schönen Feier unserer Graduierung möchte ich in meinem Namen und im Namen meiner Schulkameraden unserer lieben Schulleiterin Frau Sausan Stefan, den Lehrern und Lehrerinnen danken, die uns geholfen haben, den Abiturabschluss zu erlangen. Gott möge sie schützen und segnen. Wie konnte ich auf meine Schule vergessen, wo ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht habe? Ich bin stolz darauf, eine Schülerin dieser Schule zu sein. Liebe Schüler, wir glauben, unsere Schule ist und bleibt für uns unvergesslich. Gott möge uns die Kraft geben, den Werten, die wir in dieser Schule gelernt haben, auch treu zu bleiben. Abschließend danken wir unseren lieben Eltern für ihre Mühe und endlose Geduld. Sie sind wie die Kerzen, die uns den Weg leuchten. Den kommenden Generationen wünsche ich auch viel Erfolg für ihre Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. ولهمس الشعر رحيق خاص، عندما تتكسر القوافي وتمتزج الكلمات بالألحان لتعلن عن ولادة أغنية يعشقها الكبار والصغار، وبصوت طالبة عذب يطرب الآذان، سنكون مع الطالبة جسيان خير في أغنية كان عندنا طحون، فلتتفضل مشكورة. Thank you.
الفلسطينية ننسج لوحة مخطوطة بسحر الشرق من إبداع طلبة مدرستنا، فلتتفضل فرقة الدبكة المدرسية مشكورة. Bye.
كل يوم نفس الاشي، نيجي وكل معلم يصبح يمزح يضحك مع كل معلم، وطلاب تحكي معنا في الساحة كيفك يا أستاذ وكيف الامتحان، سهله ولا كالعادة صعبه، ولما نسمع صوت الجرس كل معلم بصف على صفه، وبصفارة الكابتن أيمن دغري الطلاب بصفه، وهلا مع لغتنا المحكية بتقدمها الخريجة نادية إياد الأطرش والخريجة ميرنا الياس. شكرا لأحلى مس فيبيان، ربنا يطول.
تطول في عمرك وتضلي قوية. ما منا ننسي الجند المجهول اللي في كل الميادين مشغول، أستاذ خضر بنورة اللي من إيده بتشكل كل صورة. متعدد الوظائف، أهم إشي عنده النظام، اللبسة مية مية والحضور على الساعة تمام. الله يطول بعمره أستاذ رهيب، ونضل نشوفه بخير وسلام. آن الأوان لنحكي عن أروع إنسان اللي بالحب والحنان مليان، مشت معنا من أول الطريق لكن همها الأكبر تصل لأعلى مكان. مديرتنا الحبيبة اللي جهودها ما بتقدر لا بلؤلؤ ولا بمرجان، المعلمة الرائعة السوسن ستيفان. أكيد أكيد ما بننسى باقي الموظفين اللي ما بتحلى المدرسة غيرهم ما موجودين. طبعا طبعا ما ننسى أحلى معلمين اللي علمونا طول هالسنين، والشكر الأكبر لأكثر الداعمين الله يخلينا إياهم أهالينا الحلوين اللي كمان كانوا منبع للحنين. انتوا في قلوبنا طايلين. بعدما كان لنا في دروبها أحلى اجتماع، يا إخوتي كنتم لنا في سيرنا نعم الرفيق، ولقد عرفنا منكم زاد المسافر في الطريق. والآن سنكون مع كلمة وداع للخريجين يلقيها عليكم الخريج جواد سلسة والخريج عدنان برهم، فليتفضلا مشكورين. زميلاتي، أصدقائي وصديقاتي، إخوتي وأخواتي، 15 عاما من الزمالة والصحبة في صف واحد، حصة تلو حصة، يوما بعد يوم، سنة تلي الأخرى، مجتمعين في صف واحد جمعنا طوال هذه المدة، أصبحنا كعائلة واحدة. إننا عائلة واحدة، وأعترف أنني محظوظ لكوني فردا من أفراد هذه العائلة المميزة. طوال هذه السنين رافقنا الكثير من المعلمين والمعلمات، منهم من غادرنا ومنهم من لا يزال بيننا في هذه اللحظة. لهم فضل كبير في عبورنا كل تلك المراحل وصولا إلى هنا إلى هذا اليوم. إنه ليوم مهم في حياتنا. لا بل وهو الأهم، من هنا ننطلق إلى حياة جديدة حافلة بالأحداث والمغامرات. نعم، تنتظرنا حياة مختلفة تماما عن تلك التي كنا فيها أطفالا نلهو ونلعب، وهي الحياة الجامعية ومن ثم الحياة العملية. لا يزال أمامنا متسع من الوقت نستطيع أن نغير به كل شيء لنحدد مستقبلنا، وأتمنى أن يكون مستقبلا مشرقا، ولكنه لن ينسني هذه السنوات التي قضيتها معكم، فيا لها من سنوات. إخوتي وأخواتي الأعزاء، تنتظرنا حياة مليئة بالحجارة التي كنا نتعثر بها، فلا تسمحوا لها بأن تسقطكم، بل اجمعوها وابنوا بها سلما تصعدون به نحو النجاح. وتذكروا إخوتي أن تنظروا إلى المستقبل بعين التفاؤل والإصرار على تحقيق ما أنتم عازمون عليه دون جعل أي عائق يقف في طريقكم، بل كونوا قدوة يحتذى بها في هذا العالم. لن يصعب عليكم شيء ما دمتم بنفس الروح التي عهدتكم بها. ونريد أن ننهي حديثنا بمقولة للراحل نيلسون مانديلا، والتي قال فيها: لا تحكموا علي بقدر النجاحات التي حققتها، بل احكموا علي بعدد المرات التي وقعت بها أرضا ووقفت مرة أخرى. Thank you.
والصواب، ورُبّان سفينتنا سيادة المطران يوسف جول زريعي الجزيل الوقار، الذي لا يألو جهداً في تطور المدرسة وتقدمها ودعم إدارتها ومعلميها. والآن مع كلمة سيادة المطران فليتفضل مشكوراً. يريدني أرجع للوراء وأكون في طفولتي، وأرجع وأكون تلميذ في هذه المدرسة بعد ما شفت من الفن، من الرقصات، من الكلمات، من هذا العلم وهذه الثقافة، ولكن خاصة في هذه التربية. أهنيكم جميعا، شكراً لكم من بداية هذا الحق. أشكر الله تعالى الذي في حبي الشديد لهذا الوطن فلسطين، وبنعم خاص لهذه المدينة المقدسة بيت زعفرون. بارك الله همة وتركيز الروم الكاثوليك إنشاء مدرسة لخدمة أبناء وبنات بيت زعفرون وبيت الأحمر والمدن المجاورة، وكان ذلك بسنة 1966. في هذه السنة أنا كنت طالب في الإلكتريكية في القدس، أتعلم أيام المثلة الرحمات المطران جبريل أبو سعد، زميل في الإلكتريكية مع أخي الحبيب ليكونوس يعود أبو سعد. منذ ميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا وسيدنا يسوع المسيح في مغارة بيت لحم، الله تعالى المحب والرحيم لكل البشر يغمر هذه البلدة بيت سعفور بنعم غزيرة، وذلك منذ ظهور الملائكة الرعاة الذين بشروا بميلاد المسيح من أمنا العذراء مريم، وهم ينشدون أنشودة السلام. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر. ومن النعم التي غمر بها الله تعالى هذه البلدة المباركة هي إنشاء هذه المدرسة المباركة والعريقة في سنة 1966. وذلك على يد سلفنا المثلث الرحمة المطران جبرائيل أبو سعد، وذلك في عهد المثلث الرحمة البطريرك ماكسيموس الرابع صاير. وقد ساهم المطران الألماني بيتر ديكومن كثيرا في بناء هذه المدرسة، لذلك اسمه مذكور أيضا في عنوانها. وقد قام بالإشراف على إدارتها أسلافي النواب البطريركيين، وبنوع خاص قبل بنا البطريرك فليغوريوس الثالث المطران لطفي للحان آنذاك، الذي خدم هذه البطريركية كنائب البطريركي لمدة 26 سنة، كما قام كهنة قديسين ورهبان من رهبانة الخلصيات الألمانيات، وكذلك معلمين ومعلمات تفانوا في تربية وتعليم طلاب وطالبات المدرسة. رحم الله الذين سبقونا في الحياة الأبدية. وبارك وأعطى الصحة للذين تقاعدوا. إن هذه المدرسة المباركة والعريقة أخرجت مئات ومئات من الطلاب والطالبات، كثيرون منهم أكملوا دراسات في جامعات مرموقة
وانطلقوا في الحياة بشعون ويبنون بلادي وبلاد أخرى كثيرة بحسن أخلاقهم وعلمهم وثقافتهم العالية. وها نحن اليوم قد اجتمعنا لنحتفل بالنبيل الذهبي للمدرسة وتخريج الفوج 39 باسم صاحب الغبطة البدران لهولوس الثاني وباسمي وباسم كانت رهيبات والشعب البطريركية للروم الكاثوليك للقدس الكرشاهيني القدس أهنئكم جميعا إدارة ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات وأولياء أمور بل كل سكان بيت زعفور بمناسبة النبيل الذهبي للمدرسة كما نهنئ طلاب الفوج 39 الذين نحتفل بتخريجهم اليوم. إن هذه المدرسة عطت 38 فوجا من الطلاب شرفوا أهاليهم وإدارة ومعلمي هذه المدرسة بحسن تربيتهم وعلمهم يشعون بهما في كل مجتمعات بلادنا والعالم أجمع ونحن فخورون بهم. واليوم اجتمعنا لنحتفل بالفوج 39. طلبة خريجين دفعة 2016 اسمحوا لي قبل أن أهنئكم بتخريجكم هذا أن أهنئ والديكم الذين اجتهدوا وكافحوا لأجل التحاقكم في هذه المدرسة المباركة. احفظوا في قلوبكم ما فعلوه لأجلكم واشكروهم على كل ما قدموه به لأجل تربيتكم وتعليمكم. واليوم إني أشكرهم وأباركهم بنيابتي عنكم جميعا. أشكر وأبارك أيضا إدارة هذه المدرسة بشخص الأستاذ سوسن ستيفان وكل من يعاونها. أشكر مدرسيكم الذين قاموا بتربيتكم وتعليمكم منذ التحاقكم في هذه المدرسة. أبناءنا الطلبة الخريجين انطلقوا إلى هذه المرحلة الجديدة من حياتكم والتحقوا بالجامعات اكتشفوا العلم ونحن ما زلنا أميين في الأمور العلمية. كونوا منال هذه الأرض المقدسة التي ولدتم فيها، هذه الأرض التي رأت ميلاد السيد المسيح له المجد. اعملوا دائما لأجل السلام في بلادنا ولأجل الخير ولأجل خدمة الإنسان بدون تمييز ومحاباة وجود. بارككم الله في حياتكم الجديدة هذه. كونوا أوفياء مخلصين لوطنكم فلسطين حتى كل من ينظر إليكم يقول بفخر وفرح هم أبناء فلسطين، أبناء بيت زحور، أبناء هذه العائلة الكريمة والمحترمة، أبناء هذه المدرسة العريقة لبطريركية الروم الكاثوليك سيدة الوعاظ. بارك يا رب هذه المدرسة بكل طلابها ليوبيلها الذهبي. بارك مديرتها الأستاذة سوسن ستيفان ومعاونيها في إدارة هذه المدرسة الأجلاء. بارك معلميها ومعلماتها وموظفيها والعاملين فيها الكرام. بارك هؤلاء الطلاب والطالبات الذين نحتفل بتخريجهم اليوم وأولياء أمورهم المحترمين. باركهم يا رب اشفهم من كل خطيئة وشر، دلهم بحبك الإلهي والأبوي وبرحمتك الفائقة، خذهم
ولكن بنعم الإيمان بك والمحبة والرجاء. اغمرهم بنعمة الصحة والعافية. أعطهم النجاة والتوفيق في حياتهم. اجعلهم نورا لبلاد فلسطين والعالم أجمع بإيمانهم وفضائلهم وعلمهم، حتى كل من ينظر إليهم يمجد اسمك القدوس ويرى فيهم أبناء محبين لك بكل حياتهم. احمي هذه المدرسة من كل خطر واحفظها دائما بملائكتك القدسين. بارك المحسنين إليها. أطلب منك ذلك من العذراء مريم سيدة الرعاة شفيعة هذه المدرسة، وليتمجد اسمك القدوس في هذه المدرسة من تخريج إلى تخريج، إلى المبيد الناسي والمئوي، وإلى سنين كثيرة وكثيرة. أمين. نطلب منك سيدنا التكرم بالبقاء على المسرح لتسليم الشهادات، ونطلب فليتفضل كل من نائب رئيس البلدية السيد منجد الهواش المحترم، ونائب مدير التربية والتعليم الأستاذ صالح بلو المحترم، وطبعا السيدة الأستاذة سوسن صطال المحترمة بمرافقة المطران في توزيع الشهادات، ولهم منا جزيل الاحترام. ونطلب من الأستاذة نوال أبو سعدة مربية الفرع العلمي، والأستاذ جوني مصلح مربي فرع العلوم الإنسانية، التوجه للمنادات على طلبتهم. المتفوقون ثروة وطنية يجب أن تحاط بكل رعاية وتكريم، فتكريم المتفوقين شرف للمدرسة ولذويهم ولوطنهم، وحافز لهم لاستكمال تميزهم وتفوقهم. فقد حصلت الطالبة الخريجة روان خليل عيسى الصوص على المرتبة الأولى في الفرع العلمي بمعدل مميز، فقد حصلت على معدل 99، واستحقت بذلك هدية المدرسة، كما واستحقت هدية خاصة من مكتبة الشرقية، فلتتفضل باستلامهما. وقد حصل الطالب الخريج جواد أديب نعمة الله سلسة على المرتبة الثانية في الفرع العلمي بمعدل 95.3. واستحق بذلك هدية المدرسة، فليتفضل باستلامه. وقد حصل الطالب الخريج محمود مهند بالفرع العلمي بمعدل 94.9، واستحق بذلك هدية المدرسة، فليتفضل باستلامه. ويجب أن يحاط المتفوقون بكل الرعاية والعناية، ولمن يعينهم ويوجههم ويدفعهم لمواصلة مسيرتهم العلمية، كيف لا؟ وهم السراج المنير المتدفقي إشعاعا ينير درب حياتهم وحياة الآخرين، وتكريمهم واجب تربوي. فقد حصلت الطالبة الخريجة بتول حنا ميخائيل أبو سعدة على المرتبة الأولى في فرع العلوم الإنسانية بمعدل 95.8، واستحقت بذلك هدية المدرسة
وهدية خاصة تقدمها لها مكتبة شربين. المبروك. وحصلت الطالبة الخريجة ميساء جورج طلاس أبو عيطة على المرتبة الثانية في فرع العلوم الإنسانية بمعدل 91.4، واستحقت بذلك هدية المدرسة، فلنتفضل باستلامها. المبروك. وحصلت الطالبة الخريجة جويس ممدوح عيسى أبو النعمة على المرتبة الثالثة في فرع العلوم الإنسانية بمعدل 90، واستحقت بذلك هدية المدرسة، فلتتفضل باستلامها. وحصلت الطالبة الخريجة لور وليد ياس أبو سعدة على المرتبة الثالثة مكرر في فرع العلوم الإنسانية بمعدل 90، واستحقت بذلك هدية المدرسة، فلتتفضل باستلامها. نهنئ الجميع على هذا التفوق، وبشكل خاص الطالبتان روند الصوف وبتول أبو سعدة على تميزهما، كما يسعدنا أن نقدم أحر التهاني لدول المتفوقين. وألف مبروك. استنادا لصلاحيات الهيئة الإدارية وتوصية الهيئة التدريسية في مدرسة الروم الكاثوليك، فقد أتم التالي أسماءهم من طلبة الفرع العلمي متطلبات تخرجهم، وبناء عليه فقد استحقوا شهاداتهم. أحمد رائد أحمد جبران، وقد حصل على معدل 92. أشرف مروان خليل حنا عوض، تيمة
لصلاحيات الهيئة الإدارية وتوصية الهيئة التدريسية في مدرسة الروم الكاثوليك، فقد أتم التالي أسمائهم من طلبة فرع العلوم الإنسانية متطلبات تخرجهم، وبناء عليه فقد استحقوا شهاداتهم. أرام نبيل ياس وكريم. بتول حنا ميخائيل أبو سعدة، وقد حصلت على معدل 95.8. جيسيل عاطف صباخير. الطالبة الخريجة إسراء كارم محمود مصطفى. الطالبة الخريجة جويس ممدوح عيسى ناصر، وقد حصلت على معدل 90. جوني جورج إيليا عنطوني. الطالبة الخريجة ناتالي نيكولا ميخائيل أبو سعدة. الطالب الخريج مايك سيمون ميخائيل ضنورة. الطالب الخريج محمد منذر محمد جبران. الطالب الخريج جورج رامي حنا قمصية الدردويل. الطالب الخريج ميار سليمان عيسى مصلح. الطالب الخريج بيتر رائد بطرس غريب. الطالبة الخريجة نور وليد الياس أبو سعدة، وقد حصلت على معدل 90. الطالبة الخريجة فيرونا خضر عيسى خير. الطالبة الخريجة ستيفاني إيهاب جورج عوض. الطالبة الخريجة نرمين شادي نسيم بطورة. الطالبة الخريجة ميساء جورج طناس أبو عيطة، وقد حصلت على معدل 91.4. الطالب الخريج ميشيل إلياس ميخائيل عواد.
الطالب الخريج جون شوقي جيليس أبو فرحة. وختامها مسك مع الطالب الخريج جيليس عيسى جيليس مصلح. ألف مبروك للخريجين، نترجاكم تضلوا قاعدين في مقاعدكم لحين أخذ الصورة التذكارية والخروج موكب الخريجين. حياة قلبي